أعلنت اس تي سي البحرين الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية والتابعة لمجموعة اس تي سي عن شراكتها الاستراتيجية مع وزارة المواصلات والاتصالات لإطلاق أول مركز بيانات من نوعه في المنطقة. ومن خلال هذه الشراكة سيتم تخصيص أرض تمتد على مساحة 55 ألف متر مربع في منطقة لجرين لتطوير هذا المشروع الذي يعتبر أحد المبادرات الأولى في مجال استخدام الطاقة بكفاءة، حيث سيشكل دافعا للمبتكرين المحليين للاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة ومجال التحول الرقمي، ما سيساهم في رفع وتنويع الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد أن الإعلان عن هذه المبادرة تصب في تحقيق أهداف الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، تماشيا مع مختلف المبادرات المطروحة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للمملكة. من جهته وجه المهندس محمد الحقباني رئيس مجلس إدارة شركة البحرين اس تي سي الشكر إلى حكومة البحرين على ثقتها بشركة البحرين اس تي سي لبدء أحد أهم مراكز البيانات في المنطقة من ضمن استراتيجية أملا في مواصلة الشراكة الاستراتيجية لتطوير المزيد من المشاريع التقنية في المستقبل. أنا اليوم كنت سعيد أني ألتقي مع الأخوان من شركة اس تي سي، طبعا شركة مهمة في البحرين خاصة في قطاع الاتصالات، تقدم خدمات اتصالات على أعلى مستوى. أنهم اليوم بيعلنون عن استثماراتهم في البحرين، وبالأخص استثمار في إنشاء مركز بيانات متطور جدا في البحرين. طبعا احنا مسعدين بهالشراكة، والبحرين دائما دولة منفتحة على جميع الشركات أنها تستثمر في البحرين. نعتقد أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم قطاع جدا مهم لكل الدول، يأثر في التنافسية الاقتصادية للدول، والكل يتكلم عن الاقتصاد الرقمي. لذلك وجود بنية تحتية إلكترونية متطورة في البحرين شيء أساسي في خطط الحكومة، وأعتقد هذه المشاريع راح تصب في مصلحة الهدف اللي احنا نسعى له. أولا نشكر القيادة في مملكة البحرين على ما تم دعمه لنا من خلال تخصيص هذه الأرض. طبعا الأرض هذه حيكون عليها بإذن الله واحد من أكبر المجمعات بالنسبة لمركز البيانات، واللي ما زال إن شاء الله نعمل على الخطط له. اس تي سي ولله الحمد دائما تشارك في مملكة البحرين بمشاريع بإذن الله تضعها على القائمة الكبرى للدول المتقدمة، والحمد لله هذا كله بفضل من رب العالمين ثم بدعم كبير من القيادة الرشيدة.